وبركاته. معكم في قناة عالم وصفات فوزية بودلان. معكم أنا ماشي خالتي. نديرو وصفة طاجين بالحوش. هذه وصفة نادورية مع نادور معروف بالحوش. دوكا نبداو في الوصفة. عندنا طوماطيشة مقطعة، كان لي يديها مقطعة ولا محكوكة على حسب الرغبة. عندنا بصلة نحكوها، وعندنا الفلفل الفلاس حار، عندنا الحوش، عندنا اسك انج، عندنا قشبة مقطعة مصاوب، عندنا سكينجبير، وعندنا تحميرة وفلفلة كحلة والملح والإبزار والخرقوم. كما نبدأ بسم الله على بركة الله. كنديرو الزيت، حنا درنا شوية الزيت، درنا الزيت، نديرو لاخر، كنديرو القزبر، كنديرو شوية جزبير، شوية بياضة. ما درناش الثوم، درنا شويه بصلة بقى شهر الليل، ودرنا الابزار والبصلة. كتشوفو كنعملو الحوت، كما كنشوفو كنديرو الحوت، كنديرو في الطاجين، كما كتشوفو درنا شوية الشمولة نتاعنا، درنا شوية ماء سخون، نص كاس تاع الماء، كما كتشوفو كنديرو هنا. كنديرو كما كتشوفو كنديرو ها، كما كتشوفو عندنا فلفل حار، كنديرو باش كيفقنا شوية الدنيا. نغطيو الطاجين تاعنا ونخليوه يشرب هذاك يطيب في المرق نتاعو، ونتلاقاو مع الطبق النهائي. ها هو الطبق النهائي تاعنا، طاجين بالحوت ودعمو خاتي، وديروا لايك وضعوا الجرس باش اي حاجه درناها توصلكم. نتمنى يعجبكم الطبق نتاعنا.